السلام عليكم احبابي. اليوم انا بغا ندير واحد الماسك، عرفتي وجهي درت ليه داك هذاك اللي تيحيد الزغب ديال التحت، درته يختي الفوق وما نكذبش عليكم وجهي ولا حالته. مي نتوما عارفين اين فوا كيبرا وجهي كيرجع كيما كان. عندي هنايا واحد الفريزه بغا ندير اختي ماسك باش نقاد داك الجرح. عندي هنايا واحد الفريزه وعندي هنايا واحد البنانه. فريزه راه طايبه جبتها، يعني طيبة، ماشي طيبتها، هي طيبة من عند الله، يعني ماشي جديدة، طيبة. عندي هنا فرمة بنانة، نص بنانة صافي. غادي نمعك هاد البنان وهاد الفريز مع بعدياتو. هذا واحد الماسك طبيعي كيجي زوين. غادي نديرو اختي هانتوما صافي كتمعسي. كديري حتى السكر. انا مجبتش باردو، انا مجبتش السكر لان تيجي بحال كوماج. غنمشي نجيب السكر بقى معايا. يلاه نمشي واخ نمشي وخوتي نجيبو السكر بقى معايا واحد دقيقه. اليوم كما كتعرفوا اليوم انا غادي نشري واحد طلامط نلمط معهم الصالون، لان الصالون اختي ما واحد السداره ما تيقدنيش بالتلميطه. غادي نشري طلامط للسدادات. ها هو السكر، كديروا السكر بنان طبعا، كديروا البنان والسكر وهذا والفريز. بقاو معايا تشوفوا الطريقه ديال يعني بحال كوماج بحال تيقاد الوجه، يعني كيعطي عناية للبشرة. عاد انا وجهي محروق راه ما نقدرش نوري لكم يا اختي. بغيت ندير بقاو معايا وجهي محروق يا اختي، ما بغيتش ندير لكم كتسمع السي الفريز. حتى الباردة كتجي زوينة. أنا فضلت الخاز. صوب زين الفريز والبنان. حتى كتحسوا بواحد الكريم، يعني كتلعسو مزيان. دابا نوريكم وجهي وما تخلعوش عافاك. او ماي جاد، ضروري ندير معاه اللون. بقاو معايا كديري معاه اللون، انا غندير معاه الميزة.
غندير الكركم معايا. مالكي انا خوتي غندير الكركم. ما عارفه شفتوني نايده، انا نسيت الكاميرا، كنت اسف منكم. غندير الكركم دابا، خصكم تشوفوا ندير الكركم. فخاز درت الفخاز، درت البنان، درت السكر، غندير الكركم. هاد الماسك كيجي زوين في الوجه. انا نسيت ما درتش الكركم، يلا غنديرو ثاني. تجي ماسك زوين هاكي. صافي تخلي واحد المده، من بعد اختي كتغسلي وجهك بالماء دافي طبيعه الحال، وكديري لعندك شي سيروم ديال الوجه ولا شي زيت. انا كندير الزيت ديال الاطفال. صافي خوتي باش تخليوه، تخلي واحد المده من بعد كتحيدو. انا عندي الطياب هنا بحال تحرق ليا وجهي، ولكن مع المده تيبرى. صافي غادي نجيب دابا نخليه بلاتي، ونجيب واحد الفوطه وشويه الماء، وغادي غادي نغسل وجهي. المهم هذا الفيديو ما خصنيش تبقاو معايا، المهم ما خصنيش نطول الفيديو خوتي، زعما ما خصنيش الفيديو يكون قصير، لان اليوم بغيت ندير لكم غير ماسك في الوجه. كما كتشوفوا درت هنايا فخاز، درت البنان، درت السكر، درت كركم اللي اللون معروف، الكركم تا هو للوجه كيجي زوين. شي ناس كيبقاو يهضروا، هذه وصفه طبيعيه، بقى معاه. هذه وصفه طبيعيه ما فيهاش شي مواد اللي كتضر بالوجه، يعني الفريز راه كناكلوه، البنان كناكلوه، الكركم كناكلوه، حيت شي ناس يقول لك وصفات ديالها خطيره دايره. ياك الفريز كتاكلوه غيكون وجهك اكثر من المعده، ياك الفريز كتاكلوه، ياك البنان كتاكلوه، الكركم ما كنديروهش في المرقه. ايوا انا كندير وصفات طبيعيه وعارفه انها كتعطي نتيجه في الوجه ومفيده للوجه. المهم كنشكركم احبابي وشكرا، ما تنساوش ليا اللايك وما تنساوش ليا الابوني. انا غادي نمشي نجيب واحد الفوطه ندير فيها الماء دافي ونغسل وجهي. Thank you.
هانتوما احباب، جبت هنايا طاسه درت فيها الماء دافي، درت فيها واحد الفوطه، ها هي طاسه فيها الماء سخون دافي، درت فيها واحد الفوطه هاكي دير شي كوزين متخافي شدي هاكي حطي الكوزين على وجه الكم بحال هكا هذا راه مسخون دافي يعني كتحطه على وجهك باش الدم يتطلق هاد المناطق هي اللي طيبة ليا داك اللي كيحيد الزغب درته هنايا البارح ويدي ليا هادشي دابا كنحاول انني ندير هاد الوصفة باش تقاد ليا وجهي كنت اسف الى بان ليا صدري سمحوا ليا خوتي المغاربة غنرد هادشي وغنمشي نجيب الماسك اللي باغا ندير خل لا حيدو كلبس هذا ديال الدار انتم عارفين حوايج الدار كيف كيكونوا انتم عارفين اخوتي الحوايج ديال الدار كيفاش كيكونوا عندي هنايا واحد فازلين عندي هنايا واحد فازلين كندير كنشري داك العكر ديال 5 دراهم عرفتوه اللي داير سميتو العكر داير بحال العكر الفاسي راكم عارفين تيكونوا فيه الالوان فيه الخضر فيه الاحمر فيه هذاك اختي العكور اش كنشري كنديرو في فازلين تنبقى ندهن به رجليا وندهن به وجهي دابا غادي ندهن به وجهي هانتوما غادي تشوفوا النتيجه كيفاش غيحمر ليا وجهي بقاو معايا انا خدا
خدام وجبت تنسين أرسلي لكم ولي قبيحة يختي فيقاني بكري هاتش حس عذابة الناس بخل ناسين فيقاني بكري وذو صايبة شوفوا ركي البوزة حمراء شديك يا حمري تخليك مزيان واعره بزاف كانوا يديا بتمار دايرين ملي جات كندير هاد الكريم رجعوا يديا مزيانين قدر له شي ماساج حنا انا فمي كل الجهه كامله هنايا طابت ليا بهداك غنجيبو غنوري ليكم دابا كي دار هنايا درتو هنا ويدي ليا غنجيبو لكم تشوفو ها هو يا اختي درتو لوجهي ويدي ليا هاد الحالة في وجهي ها هو نتوما عارفين هادي الزغبوني هذا تيدير قمعي البشره الجافه هذا كيدير البشره الجافه كريم لازاله الشعر هذا كيحيدو هنايا تيتحيد هنا و لتحت هذا كتحيدي به الزغب من تحت هنا انا اختي درته هنايا وجهي حساس يا اختي ملي تنوضي ما نبقاش نبقى ندير لاستيك صافي خوتي المغاربه ما تنساوش خوتي العرب كلكم ما تنساوش دير لي لايكات والابوني وجيم انا غادي نخرج باش نفرش الصالون غادي نخرج بقاو معايا سيري تجلسي غادي نخرج بقاو معايا خوتي مالكي سيري للبيت تلعبي انا غادي نخرج باش نشري طلامط السدادر لان دوك الطلامط دايرين خصني شي طلامط زوينين غادي نخرج للسوق نشوف شي طلامط رخاص ولا غاليين المهم يكونوا زوينين غادي نخرج اختي انا ما تخلصتش هاد الشهر مزيان ولكن ماشي مشكل اهم حاجه اختي هو داكشي اللي كنشد يبان عليا غادي نمشي نشري طلامط غادي نفرشهم للصالون ديالي وحيت نتوما عارفين انا عندي صالون غادي نمشي اختي نشري طلامط دابا غادي نخرج باش نشريهم ما تنساوش خوتي اللايكات والابوني ولا بان لكم شي حاجه في الفيديو ما صافي دوزوا نتوما عارفين انا اصلا يلا فايقه من النعاس وخارجه قلت ندير لكم ماسك حيت شحال ما حطيت شي حاجه دابا انا خارجه باش نشد الريزو من الزنقه قلت انا خارجه ندير فيديو نلوحو باش منجي نوصل انا منجي نرجع للدار تيكون تشارجا عفاكم ما تنساوش اللايكات والابوني وشكرا شكرا لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وشكرا للعرب اللي واقفين معايا عفاكم الابوني بارطاجيو قناه ويا مستار وحتى قناتي الاخرى بارطاجيو
انا عندي قناه سميتها هويام ستار واخا واسكتي وعندي قناه سميتها هويام الراقصه هذيك هويام الراقصه بزاف حالين بحالها هويام ستار حال غير انا هويام الراقصه بزاف حالين بحالها هادشي علاش هادشي علاش خوتي المغاربه ولا تيجي ليتي تيجي واعر المهم باي باي وشكرا.